وقت العصر إذن يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، يستمر إلى متى؟ يستمر على الصحيح إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فوقت العصر مستمر إلى غروب. ولكن أهل العلم يقسمون وقت العصر إلى ثلاثة أقسام: وقت استحباب، وقت كراهة، وقت تحريم، مع صحة الصلاة في هذه الأوقات كلها، وتكون أداء ليست قضاء. فوقت الاستحباب من ظل الشيء مثله إلى ظل الشيء مثله، ثم وقت الكراهة إذا اصفرت الشمس، الشمس وهي تنزل تصير صفراء، بعدين إذا صارت صفراء تكره الصلاة هنا، يعني يكره الإنسان يؤخر العصر إلى هذا الوقت. متى يحرم؟ إذا صارت حمراء وتضيفت للغروب، خلاص تبي تسقط القرص، يعني خلنا نقول آخر 7-8 دقائق من غروب الشمس تصير الشمس حمراء وخلاص يسقط القرص، هنا نقول تحرم الصلاة، يعني تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، تكون أداء لكنه آثم، لماذا أخرها أو يستحق الإثم، لماذا أخرها إلى مثل هذا الوقت.